السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. نبدأ موضوع فيديو النهاردة على طول، اللي هو الإسهال المائي والسالمونيلا وجميع أنواع الإسهال يعني. طيب، هو ليه بالإسهال المائي بالأخص اللي احنا بنتكلم عنه في الفترة دي؟ الإسهال المائي هو اللي بينتشر في الفترة دي وبينتج عنه يا جماعة سالمونيلا. الإسهال المائي دايما تخلي بالك منه. طب هقول لك الإسهال المائي بيجي ليه حضرتك. في البداية هنقول انت بتستخدم سقايات او سقايات اوتوماتيك، اللي انا بستخدم السقايات الفخار اللي هي اللي مش مطلية دي. انا بحب السقاية دي في الحر، السقايه اللي هي ما فيش عليها اي اطلاق، دي بتسقع الميه، بتبرد الميه عن السقايه اللي هي الملونه. طبعا السقايات الاوتوماتيك اللي الناس بتستخدمها في السلكات، طبعا برضو الله يكون في عونهم في الحر ده. وابعد دايما المسائي عن الشمس. دي المس ده اللي انا بقول لك، السقايه دي اللي هي بتسخن في الشمس او بعيد عن الشمس بتسخن. عموما ما تحطش اي سقاية في الشمس، لازم تخلي السقايات في الظل، لكن هي بتسخن من درجة الحرارة العالية اللي احنا فيها دي. طيب، دي نقطة اللي احنا ايه سبب هي المية بتسخن وبتسبب الاسهال المائي. المية السخنة، المية السخنة بتسبب الاسهال المائي، زائد كمان تعطيش الحمام. لو انت عطشت الحمام، طلعت اتأخرت عليه على بال ما تسقيه ورجعت سقيت الحمام، فالحمام عطشان نزل على الميه بزياده بسرعه بسرعه بسرعه، يشرب ميه كتير، فطبيعي ان هو بيعمل اسهال مائي. في الحاله دي ما تجريش بسرعه انك انت تستخدم مضاد حيوي. ده استنى عليا، لان انا هقول لك ايه افضل مضاد حيوي اللي انت هتستخدمه، وفي نفس الوقت ما يعملش عقم او ان هو ينقص الخصوبه عند الحمام. معظم المضادات الحيويه يا جماعه لازم نكون عارفين ان هي بتنقص الخصوبة اللي عند الحمام، فإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا مش هنستخدم مضادات حيوية بقدر الإمكان إلا للضرورة. طب هقول لك، لو أنت طلعت ولقيت الحمام بيعمل إسهال مائي، أول حاجة تعملها إيه؟ أبسط حاجة وأول حاجة ما تروحش تجري على المضادات الحيوية. أنا عارف أنا عندي المضادات الحيوية بس هي موجودة، خلاص هي موجودة، أنا هبدأ معاهم بإسهال مائي. لقيت بسرعة أو عايز أوقف الإسهال المائي والحمام اللي بيشرب مية كتير، أروح فاتح كيس من ده. اتكلمت على الموضوع ده كتير يا جماعة، بس الموضوع مهم ولازم الناس كلها تعرفه. كيس من محلول معالجة الجفاف، أي نوع كيس محلول معالجة الجفاف، وتفتحه على لتر المية، وإن شاء الله الحمام أول ما هيشرب منه خلاص هيبطل شرب مية. وانت برضو في نفس الوقت ما تخليش المية تسخن قدام الحمام، حاول تغير المية مرتين ثلاثة في اليوم. دي حاجة. شاكك ان في بدايات للسالمونيلا او بدايات اسهال اللي خلاص ما جابش نتيجة معاك، اللي هو المحلول ده الحمام خلاص، بس ده اكيد هيجيب نتيجة ان شاء الله في حكاية شرب المية. الحمام اللي بيشرب مية كتير، اوعى تعطش الحمام زي ما في ناس بيقولك عطش الحمام لو لقيته بيشرب مية كتير، اوعى تعمل كده، الحمام هيموت منك على طول ويصب الروشة. دي حاجة. الحاجة التانية، لو في اسهال تاني غير الاسهال المائي معاك، خلي التفاح، بس اتأكد ان نوع خلي التفاح نوع كويس، اشتري نوع كويس يا جماعة، اتأكد من اللي انت بتشتري منه، في انواع رخيصة وفي انواع غالية. هتروح جايب اللي خلي التفاح وتستخدم خلي التفاح على لتر المية غطا او 5 سنتي على لتر المية لمدة 3 ايام. خلاص كده مفيش فايدة، اعتبر احنا كده ما عطناش ادوية. خد بالك كل ده مش ادوية، الحاجات اللي احنا بنعتها دي مش ادوية. محلول معالجة الجفاف يعني ما هنقول مش عليه مش دواء برضو، لكن لو في ضروري ضروري جدا، لو في حاجة مهمة جدا، اسهال انت شايفه ما بيروحش، متأكد ان في سالمونيلا، هنجيب بلاش. مش هنقول ده، هقول لك ده بلاش ليه وده هنستخدمه ليه. كل بريم يا جماعة ممتاز وكويس وكل حاجة، لكن هو بيقلل الخصوبة بتاعة الحمام، تمام؟ فاحنا هنبعد عن كل بريم، وخليكم معايا. طبعا انا هنشتغل من فلوري كول، فلوري كول هنشتغل بيه الفترة الجاية. هنحط منه 1 سنتي على لتر المية ومعلقة صغيرة
من كولي فيت. طبعا فاتحهم اهو، مفتوح الكيس مقصوص. الناس اللي بتبقى عايزه تعرف الاسعار يا جماعه وبتحب تعرف السعر، فلوري كول العبوه دي كبيره ال 100 سنت دي ب 50 جنيه، وال 100 جرام الكولي فيت ب 25 جنيه. تمام، ده 50 ده 25. فيه منهم، في من فلوري كول ده عبوه صغيره، ازازه صغيره تقريبا ب 10 جنيه، وفي كيس صغير من ده، كيس تقريبا في 10 جرام او 20 جرام مش فاكر، برضو 8 و10 جنيه. تمام، فاحنا بنجيب العبوه الكبيره بتوفر معانا اكتر يعني. طيب العبوه هنبدا نجيب الدواء ونستخدمه، نعمل ازاي؟ هنجيب سرنجه انسولين، نستخدم سرنجه الانسولين على طول، ناخد بيها 1 سنتي سرنجة الانسولين. ليه؟ لان هي تكون ادق شوية في السنتي، ما تكترش، ما تحاولش تكتر في المضادات الحيوية تقول عشان يجيب نتيجة. لا يا جماعة، المضادات الحيوية بتضعف مناعة الحمام، ومش عايزين الحمام برضو ان هو يقل في الانتاج. احنا بنقول ان فلوريكول اقل شوية في ان هو التأثير بتاعه، ان هو مش هيخلي الحمام يمنع البيض او يقلل خصوبة الحمام. ومعلقة ممسوحة صغيرة كده على اللتر. تمام اهو بالشكل ده، معلقة ده مع ده، فلوري كول مع كولي فيت، ده ان شاء الله هيجيب معك نتيجة بسرعة. واحسن حاجة لموضوع السلمونيلا، لكن هو الاصل زي ما قلنا لحضراتكم في الموضوع اللي هو التحصينات 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 التحصينات، تحصين الحمام، تحصين الحمام من السلمونيلا. انت لازم بعد كده تستخدم تحصين للحمام للسلمونيلا. التحصين للحمام للسلمونيلا افضل حاجة، بيستخدم ده كل 6 شهور. طبعا في ناس كتير بتستخدمه على انه هو تحصين للروشة، لا يا جماعة، ده تحصين للسلمونيلا ومكتوب عليه اهو سيرفاك لقاح السلمونيلا الثلاثي المثبط. ده المصري، انا بفضل المصري لان هم في مصر هنا بيشتغلوا على المرض اللي موجود في مصر. كل بلد ليها العترة بتاعتها يا جماعة، فانت يستحسن ان انت تشتري المصري، ارخص واضمن ان هو معمول للعترة المصرية. انا الحمد لله محصن بها، واللي ما شافش فيديو التحصين هيشوفه، اسيب لك رابط الفيديو في صندوق الوصف بتاع الفيديو. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.